بالفعل البارح كان هذا الواقع اللي هو كارثة طبيعية من ضمن الكوارث اللي كتوقع في جميع أنحاء العالم. هي واحد الشعبة صغيرة جمعوا فيها بعض الوديان ويتحمل بهذيك الطريقة اللي هي مجهدة، والتواصل الاجتماعي يستغل هذاك الفيديو وصوروا بواحد الطريقة اللي هي يعني ظرف وجيز لخمسة ديال الدقائق وقع فيه هذاك الفيضان، اللي هو فيضان يعني عادي طبيعي ماشي حاجة اللي هي بالفعل كانوا جرف بعض السيارات نجمع على دوك السيارات جمعوا كانوا في واحد البلاصه اللي هي في الجبل شي شويه واقفين مستاسيوني ما الحمد لله ما تخلفش شي خسائر بشريه ولا شي حاجه اللي هي الحمد لله تم الحيوانات تم كل شيء الحمد لله حتى حاجه ما تقص. حاجه وحده هو نجمع على هذاك الوديان الصغار تجمعوا في هذيك الشعبه وهما يجمعوا جمعوا هذوك الطوموبيلات وكثرت ضجه بزاف ديال التواصل الاجتماعي تصوروا بواحد الطريقه اللي هي هذا. المهم الحمد لله مولاي ابراهيم حتى حاجه ما وقع فيه بخير وعلى خير الحمد لله، ما تخلفات شي خسائر بشريه. الديور اللي كانوا من طبيعه الحال الدار اللي ساكن اللي كاينه في وسط الشعب راه من طبيعه الحال غيدخل ليها الماء من طبيعه غيدخل ليها الماء، هي الناس تكرفتوا شي شويه الناس اللي ساكنين في هذوك الدخلات ديال الشعب. مولاي ابراهيم منطقه جبليه كجميع المناطق من طبيعه الحال هي الرعده رعده رعده نتاع هذا الوقت كتكون هكاك مفاجئه رعده مفاجئه يعني خمسه دقائق قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال مولاي ابراهيم منطقه سياحيه وتتجه لها الناس من جميع انحاء العالم الحمد لله معروف. جا في واحد البلاصه اللي هي عاليه ولكن هاد الشعبه صغيره يا شعبه صغيره دارت هاد المشكل هذا. واش الشعب حنا غنقول لك انا حياتي كلها ما عمري عقلت جات بهذه الطريقه باش جات الطريقه باش جات سنوات جات مفاجئه. الحمد لله جميع السلطات المحليه جاوا للبلاصه اللي هي فيها هذا المشكل هذا وتعاونوا مع الناس الحاجه اللي هي بغات تنقات الحاجه اللي بغات تحيدات ولكن بعد الطوموبيلات تراكم عليهم التراب هما اللي بقاو دابا هكا ان شاء الله باش يحيدوهم تما في الاستعداد باش داك الشيء يحيدوه. الطريق حتى هي نظرا لديك الشعبه فعلا الشعبه هي اللي بدل الطريق ديال بين تحنوت واسني نزلت بواحد القوه مجهده بزاف وقطعات الطريق ديال مولاي ابراهيم بين نزل داك التراب الجروفات اللي نزل داك التراب اللي نزل الطريق المؤدي ديال تحنوت ومولاي ابراهيم وقطع الطريق ربما واحد نص ساعه. تجأت السلطه المحليه والجهات المعنيه لقاو الطريق سرحوا الطريق هادشي اللي كاين الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه. حنا في مولاي ابراهيم راه منطقه سياحيه بامتياز وكنرحبوا بالزوار رحبة الصدر الحمد لله الزوار جميعا تبارك الله جماعة راه عامره دوكا كاينين الناس اي الحمد لله الناس المحلات محلولين الحوانت محل القهوه محلولين ما كاين حتى شي مشكل رعده طبيعيه رعده كتوقع في جميع المناطق الجبليه ومن غير الجبليه. داك الشيء نتاع الله سبحانه وتعالى يعني ما غاديش يمكن يغيروا الانسان بشي حاجه هذا الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. سيارات فيهم اربعه السيارات ديال الناس ديال مولاي ابراهيم من الساكنه واحد جوج هما اللي من الزوار راه حيدوهم البارح هادو الناس اللي تيوقفوهم ديما تيوقفوا ديك البلاصه لان هما تاهم الناس وقفوا الطوموبيلات دخلوا لديرهم. جات تقريبا واحد مع ديك ثلاثه ديال العشيه بين جوج وثلاثه هو اصلا كان واحد الاعجاج كان واحد الجو اللي هو شي شويه يعني يعلم الناس يعني الناس ما انتبهوش وما ظنوش بانه هاد الشعبه غادير هكا. الا كنتي كتصور وكتلاحظ راه الشعبه هادي شعبه عاديه انت راه جايه من وسط الدوار من وسط المركز ديال مولاي ابراهيم من وسط الدوار هاد الشعبه راه معروفه لدى العام والخاص الساكنه الحمد لله في اتساع حتى حاجه ما وقعه بالنسبه للزاويه والضريح والساكنه اللي ساكنين حتى حاجه الحمد لله ما وقعش بخير وعلى خير الحمد لله. الامور عاديه وطبيعيه ماشي شي حاجه اللي هي والحمد لله هاد الشتاء هادي اللي جات ماشي هي مجهده من طبيعه الحال غدير هاد القضيه ديرها يعني وقع هاد المشكل. الاضرار اللي كاينه هو هاد السيارات هما اللي وقعوا هاد الشيء اللي كاين ما كاين الحمد لله ديور طاحوا ولا شي حاجه ولا حتى حاجه ما كاينه في الارواح ولا شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه.